مشرفنا الفنان والنجم سامو زين. اقول يا سامو بس اول ما سمعت على موضوع الهانج اوت ايه رايك فيه؟ يعني اتس بيور ثيم، حاجه ثيم جديد خالص على العالم. الناس دي معانا كل الناس دي في اخوات انا في ناس كتير بعرفهم طبعا فيهم يعني. اسلام مساء الخير. الو مساء الفل، ازيك يا حسام وماي؟ الاول انا بجد بشكركم نغمه انه بجد من الفنانات اللي احنا بنتابعها على طول يعني. حبيب قلبي يا سامو زين. يا حبيبي ازيك يا مؤمن؟ هو بالنسبه ايه الفريق المفضل ليك في مصر يعني؟ انا ريال يا مؤمن. خرجني من اهل زمالك لو سمحت. طبعا انا عايز اقول حاجه على ابو عمرو واسلام وكل عيلتي الجميله دي هنا، واوزو وكل الحبايب اخواتي وحبايبي ومحمد يعني انا عايز اقول دول عيلتي بقالهم فتره كبيره جدا. طيب احنا لسه طبعا عندنا اس ام اس كتير، ولسه برضو الفان بيج للاسف مش لاقيين وقت ان احنا نروح له، هنروح له طبعا اكيد. لكن معانا مريم. مبسوط اني شفتك يا مريم. ازيك؟ ده انا مش مصدقه اصلا. منور الدنيا كلها يا مريم. من اصغر المعجبين ليك يا سامو. 16 لايك يا تغريد. انا استفه جامده جدا للتغريد. كانت فكره واكسبيرينس جديد بالنسبه لي، فعلا انبسطت بيه، بالذات انه انت كنت على هانج اوت على اذاعه نغم اف ام، حاجه جديده مختلفه تماما، بالذات انك تدخل قلوب الناس وبيوت الناس وبتكون متواصل معاهم فيس تو فيس، بتتكلم عن كل حاجه صوت وصوره. فانا كنت فعلا مبسوط. برافو مزيكا، برافو نغم اف ام، برافو هانج اوت جوجل، طبعا هي اليوتيوب. بقول لهم فكره فعلا حلوه وانا كنت مبسوط بيها جدا. سامو زين، باي باي.